إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. المعدة العصبية، يعني إيه معدة عصبية؟ المعدة العصبية يعني الواحد يحس بأعراض تعب في المعدة، ولكن ما بيكونش بالفعل عنده أي مشكلة عضوية في المعدة. يعني لما نيجي نعمل له فحوصات علشان نعرف سبب الأعراض اللي عنده بتاعة المعدة دي إيه، نلاقي تحاليله كلها سليمة وأشعاته برضو كلها سليمة. حتى لو عملنا له منظار على المعدة علشان نشوف المعدة من جوه فيها حاجة ولا لأ، برضو هنلاقي جدار المعدة سليم خالص وما فيهوش أي مشكلة. اللي عنده المعدة العصبية دي بيحس بإيه؟ في نوعين من أعراض المعدة العصبية. نوع في الشخص بيحس إنه مجرد ما يأكل حتى لو كان حاجة بسيطة خالص إن خلاص معدته اتملت وكأنه واكل خروف وما بيقدرش يأكل بعد كده، بيبقى عنده إحساس كاذب بالشبع المبكر. النوع التاني من أعراض المعدة العصبية، الواحد فيه بيحس بألم جامد في فم المعدة بعد الأكل مباشرة، ألم مزعج زي ألم قرحة المعدة بالظبط، لكن برضه لو عملت له منظار ما نلاقيش قرحة معدة ولا حاجة ولا حتى التهابات بسيطة. الشخص اللي عنده المعدة العصبية ده سبب المعدة العصبية عنده إيه؟ الحقيقة مش بنبقى عارفين ولا لحد دلوقتي معروف ليه الشخص ده عنده معدة عصبية. الطب لحد دلوقتي ما توصلش إيه السبب الحقيقي وراء أعراض المعدة العصبية دي، اللي اسمها العلم في كتب الطب عسر الهضم الوظيفي. الطب قدر بس يضع بعض النظريات العلمية اللي بتحاول تخمن أو تفسر إيه السبب في أعراض المعدة العصبية. قالوا مثلاً إن ممكن يكون الشخص ده حساس زيادة للألم، أو معدته بتتأثر من كمية الحمض الطبيعية اللي موجودة عندنا كلنا. قالوا مثلاً إن ممكن الشخص ده يكون عنده بعض التغير في كمية وأنواع البكتيريا الطبيعية اللي موجودة في معدتنا وأمعائنا. وقالوا نظريات تانية كتير ممكن تكون هي السبب في حكاية المعدة العصبية دي. لكن اللي اتفقوا عليه كلهم إن الناس اللي عندهم معدة عصبية ما عندهمش مرض حقيقي ولا معرض لمضاعفات في الجهاز الهضمي عنده، لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد. علاج المعدة العصبية بيقدر يحدده الطبيب المتخصص من خلال فحص المريض وسماع شكواه وبعض الفحوصات الطبية اللي ممكن نحتاج نعملها، ويقدر الطبيب يحدد عنده أنهي نوع بالظبط من أنواع المعدة العصبية دي ويديله العلاج المناسب ليه. وغالبية الناس بيتحسنوا قوي مع العلاجات دي وبيقدر يعيش حياته ويأكل بطريقة طبيعية من غير أي مشاكل. دمتم بصحة وعافية. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.